نتيجه يعني الماتش اللي فات احنا مثلا مع يعني في الفري ثرو رميات الحره احنا تقريبا اتشاط فينا 40 واحنا شطنا 20، ده دليل ان احنا بنعمل فاولات كتير جدا في الملعب. ده ناتج ان ممكن يكون لا اما باد ديفنس لا اما برضو الحكام كانت عشان احنا ليد فرق كتير كانت يعني انا شايف كده يعني جمله سنه في الفاولات، لان احنا شايتين حوالي 20 فاول شوتينج هم شايتين 40، يعني معنى كده ان احنا عملنا اكتر من 20 فاول هم عملوا 10 فاول بس، فده برضو يعني اثر معانا برضو في المباراه. طيب كابتن سلعوي، يمكن احنا اتكلمنا برضو على خبرات النادي الاهلي الماتش اللي فاتت، ويمكن انت كنت على ثقه كبيره جدا من خبرات النادي الاهلي هتفيد، ويمكن برضو خبرات النادي الاهلي في المباريات الصعبه اللي زي دي الفاصله اكيد بتفيد. اهم الاعتمادات، لان زي ما احنا اتكلمنا برضو كابتن نبيل قال في الاول ان النادي الاهلي اكثر خبره في مثل هذه المباريات، اكيد خبرتنا يمكن تفيد في المباراه دي. ولكن انا برضو عايز اسالك كابتن سلعوي، يمكن دايما احنا في المباريات اللي زي دي بيبقى معتمدين على عنصر المفاجاه، ولكن احنا عندنا في المباراه دي ما ينفعش المدير فني يفاجئ التاني او اي لعيب يفاجئ التاني، خلاص الدنيا محفوظه. فايه اللي احنا ممكن نعتمد عليه النهارده بحيث ان احنا ننهي الماتش لصالحنا وزي ما بنبتدي زي ما ننهي، مش العكس بيحصل؟ انا بس هضيف لك حاجه، احنا في الماتشات السابقه احنا حوالي 37 دقيقه احنا كسبانين في الماتشين اللي هم اللي فات، فاذا احنا الخبرات بتحكم زي ما انت بتقولي، خبراتنا احسن بكتير. نادي الاتحاد السكندري زي ما انا قلت لك، لو احنا قدرنا نوقف الفاست بريك بتاعه هيبقى هو في ازمه وفي مشكله. لو وصل ان هو يلعب يعني لو وصلناه انه يلعب 5-5 مصلحه لينا، نقدر خبراتنا بتحسم الوقت ده. الريباوند هم عنصر الطول عندهم ازيد، زائد الغيار عنده اكتر، فلازم الجردات يدخلوا يساعدوا في الريباوند علشان نبقى في بالانس شويه في ما بقاش في فرق بقى. لازم نركز في الفاول شوتنج. المباراه دي مباراه تعتبر مصيريه، يعني تعتبر خلاص بقى. انا في رايي الشخصي ان كل لعيب في النادي الاهلي يبذل اقصى ما في طاقته علشان نقدر نكسب حصيله الموسم. وبعدين ريح بقى زي ما انت عايز بقى بعد كده ان شاء الله بالزبط. نكسب الماتشين. هو برده في حاجه في الماتش اللي فات برده كانت برده زي ما قال كابتن سلعوه، ان التيرن اوفر لسه يعني انا لسه كنت اسالك في الموضوع ده. يعني لسه واخدها من على سالي. تيرن اوفرز كتير قوي، 14 كتير جدا 14-5. يعني لو وقفنا الهجوم السريع زي ما قال كابتن سلعو وكمان قللنا التيرن اوفر بتاعنا، ده ممكن يفرق. يعني احنا باسكت خسرنا باسكت او بالزبط. يعني باسكت باسكت فاتمنى باذن الله ان هم يكونوا خدوا بالهم والنهارده بيلعبوا بخبرتهم والقوه متوازنه، بدليل ان احنا خسرنا باسكت وخسرنا باسكت وخسرنا 4 بوينت. فاذا القوه متوازنه، لكن هي كميه اللي جديد عندنا بصراحه في البطوله دي بالذات هو كم التيرن اوفر. اعداد غير طبيعيه. التيرن اوفر بيوازي اربع نقاط، انت بتضيعي الكوره وبيروح يدخل فيكي باسكت بالظبط. فالتيرن اوفر ده بكل سهوله برضو يا كابتن سلعوي. يعني فهي بس احنا كل ما نتمناه ان اللعيبه تركز وتعتبرها مباراه يبدع فيها، بس يقلل اللعب الفردي شويه. مشكلة الماتشين اللي فات اللعب الفردي شوية. في لعب انت كلاعب عايز تبدع من خلال تعليمات المدرب، يعني ابدع من خلال الخطة الموضوعة بالنسبة لي، لكن اللعب الفردي لا، احنا عايزين نلعب دفاع جماعي وهجوم جماعي زي التعليمات بتاعت المدرب اللي بيقولها. مين يا كابتن سلعوي اكتر حد يمكن كان معتمد على اللعب الفردي خلال المباريات اللي فاتت؟ يعني لا، هم الثلاثة اللي هم براندن، ايهاب امين، عمرو الجندي. احتفاظ بالكوره اللي يعني في هجمه من الهجمات وصل لغايه مثلا من 15 ل 20 ثانيه. بس انا في حاجه، انا شايف ان شخصيه اجوستي ما تسيب لهمش ان هم يلعبوا فردي من غير ما يكون هو عايز كده. يعني انا متهيألي ان ده من بناء ضمن على فلسفته توجيهاته. وبيختار اللعيب في وقت معين ان هو اللي يتعمل له البيك اند رول او ريبيك او ريس او ريسكرين، بحيث ان بس الحته اللي بعد كده ماشي انت هو عمل دي، بس اختيار ان هو يباص لزميل فاضي او ان هو يسقط لراجل طويل او ان هو ينهي الكوره، ده اختيار بقى اللعيب. المفروض ان خبراتهم عاليه، يعني احنا شفنا في صور كتير ناس بتنهي الكوره على الباسكت وهو قدامهم تمريرات سهله جدا لزملاتهم.
فارجو ان هم النهارده لا يبقوا بيلعبوا لعب جماعي من خلال برضو الفكر ده، انا مفيش مشكله. كان في برضو يمكن احنا كنا اتكلمنا المباراه الماضيه، احنا بنتكلم دلوقتي طبعا على تقارب المستويات الخاصه بالنادي الاهلي ونادي الاتحاد، ولكن برضو يمكن ما كانش محالفنا الحظ والتوفيق بشكل كبير. نقدر ان احنا نقول ده يعني فعلا؟ هل يعني في كوره لعمرو الجندي اللي احنا شفناها في اخر المباراه دي كانت يعني كان لازم تبقى في الباسكت، بس يعني هل ده عدم توفيق ولا برضو ده يمكن خلاص برضو احنا البدني عندنا في اخر المباراه تعبنا جدا، والاعتماد على اللعيبه الاساسيه برضو تعبهم بدنيا. عمرو الجندي جه في اخر المباراه برضو مش قادر، يعني مش قادر يجري، ودي حاجه دي حاجه احنا اتكلمنا على العنصر البدني طبعا، واحنا قلنا في الاستوديو اللي فات قلنا اني معد بدني في الفرقتين هو اللي هيوصل اللعيبه لغايه المباراه الرابعه او الخامسه. مظبوط. فهي العمليه برضو العنصر البدني